سلام تنا استلين يا نكو ميديا بيت سبوق نكو مرجاتين جمروال كمرجاتو غارا برناتو يمن كويو اني مهم هرمو غسوني لونا ميرون تفرانن كمرجاتو تشاتين في سامي درس ابراتو كويو يارمن باترياريك بسوء قدوس أرام قداماوي ككندا تقلعي منيستر جيستين ترودوغار توياييو يارمن أرتودوكس بيتا كريستيان باترياريك بسوء قدوس أرام قداماوي ككندا كادرغو تاوارياو جيزوغن لغن يكندا تقلعي منيستر جيستين ترودوناغينتو باهاگراتو تنكارا مهابر سباوي قنوني نتوچنا ليو ليو قدايوش لاي ويييتا درغوال اندهوم قدوس نتاچو بيفاوي مهابر سرگز وچاچو سلو ويييتاچو يغلط سيون رمسيل با أرمينيا يزر مات فاتوك سلو تفتس اموغف اندهوم ناغرونو كاراواك زلاكي سلام بميسفن بتكو دالي ويييت مادرغاچو ድስነታቸው ከጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ በተጨማሪ ከካናዳ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሜላኒ ቾሊ ጋር ውይይት ማድረጋቸውም ጭምር ተገልጿል። بزو أبونا ديمتروس بكويت إفدري أمباسادر كهونوت كبر دكتور سيد محمد غار توايو بزو أبونا ديمتروس يالبانوس يتباب بروت عرب إمريتسنا يمكاكلين يوم مسرق حقر سبقات لك أباباس بكويت إفدري أمباسادر كهونوت كبر دكتور سيد محمد غار بيتا كريستيان يراس ويزوتا اندي نورات مسارات سلال لباتشو سروج اندهوم زيغاتا كوري هونو سرادة مسرات بميتشا لباتشو قدوش غار توايي توال بزو نتاچو بتنان تناولت لهاوارياوي عقل قلوت ودا كويت ماك نتاچو يتاوس ¡Gracias! ማህበረ ቅዱሳን አደራ አለብኝ በሚል ዓለም አቀፍ የግቢ ጉባኤ ምሩቃን ህብረት ጉባኤ ሊያዘጋጅ መሆኑ ተገለጸ። ማህበረ ቅዱሳን በየአመቱ የሚያስተምራቸውን የግቢ ጉባኤ ምሩቃን በዘንድሮው ዕለት ሰኔ 4 2015 ዓ.ም ተመረጠ ከ7 ሰዓት ጀምሮ በጠቅላይ ቤተ ክህነት አዳራሽ እንደሚሰበስብ ታውቋል። መረጃውን ያገኘነው ከማህበረ ቅዱሳን የፌስቡክ ገጽ ነው። ለሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር ሊከናወን መሆኑ ተገለጸ። የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከትን መልሶ በማቋቋም የተቋረጡትን መንፈሳዊ አገልግሎቶችና የልማት ስራዎች እንደገና ለማስቀጠል ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስ ዶክተር የሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና ሌሎች ሊቃነ ጳጳሳት እንዲሁም ሰባኪያን፣ ዘማሪያን፣ ጋዜጠኞች፣ የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች፣ ምሁራን፣ ሌሎች ተጋባዥ እንግዶች በሚገኙበት ሰኔ 4 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 10 ሰዓት ጀምሮ በጎል ደን ቱሊፕ ሆቴል የሚከናወን ይሆናል። ተመልካቾቻችን የዕለቱ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። ከቀሪ የንቁ መርሃ ግብሮች ጋር አብራችሁን ቆዩ። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።